أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الوتر وبين قيام الليل؟ الوتر ختام قيام الليل، الوتر ختام قيام الليل، وقد يكون هو قيام الليل إذا سرد كما سمعتم، سرد السبع أو التسع أو الإحدى عشرة أو الثلاثة عشرة، يكون كله وتر. نعم. وإذا كان يسلم من كل هذا تهجد، إذا كان يسلم من كل ركعتين هذا تهجد. نعم، هذا أفضل. نعم.